تراش سيدي تحية لكم جميعا. افتتح السيد رئيس جلسة، نادى على المتهمين، نادى على الدفاع المتهمين، دفاع الطرف المدني، وعطيت الكلمة النيابة العامة، أخبرته بأن هناك متهمين تغيبوا بسبب امتحانات تجرى الآن، وطلب منه زعما تأخير الملف احتراما أولا لحق هؤلاء في التعليم وجهاز امتحانات، والاحترام حقا في ممارسة حق الدفاع، فكان لابد من تأخير الملف إلى حين حضور ممارسة حق الدفاع بجكمل، ويمكن حرمانهم من حق الدفاع حتى غطاء أن هناك امتحان. فالمحكمة ممكن تأخر أسبوع، ولكن الامتحانات في الكلية ممكنش تأخر على واحد أو جوج، فالمحكمة أخرت 14 واحد ريتها بدات الامتحانات ويلتحقوا ونشوفوا موقفهم. لحد الآن لا، شوف أنا ما فهمتش، هذا القفص موجود تقريبا هذه 18 عام و20 عام في جميع محاكم الملكة بما فيها الرباط. الزجاج الشفاف مي كتكون جالس في القفص، وهذا القفص اول يومي الجنايات في الضربه داك كيدوزو فيه في جميع القاعات، مي كتكون جالس كتشوف كاين في الرباط كاين في جميع المحاكم. الزاج اللي بينو بين العموم هذاك الا ما كانش شفاف كيبقى الاتصالات والهضره والشوشاره والاشارات بينو بين العائله والصداع وشرميلو شي كذا، فتوقع في داخل الزيارة ما كتكونش في السجن في حق المحكمة، كتكون في السجن. هما ديك العموم والعائلة كيجي يشوفوا تما كيبقاو يهضروا معاهم، التركيز ما يبقى لهمش. فجميع المحاكم فيها هذاك الزجاج اللي ماشي شفاف، ولكن أمام بالنسبة ليه كيشوف قدامه ويشوف الدفاع ويشوف في المشكل. إلا بغى يشوف العائلة هذا موضوع آخر، أنا راه أنا محاكمة المفروض فيه جاي يتحاكم، ما جاي يشوف العائلة. وكان كاع المتهم يقول كان ما بغيش نشوفهم باش الدرجة نفسيين. إذا بغيت تسمع الرئيس وتسمع النيابة والدفاع وتشوف راه كتسمع وكتشوف. بدليل كيدخلوا كيجاوبوا، كياخذوا كلمة كيجاوبوا، إذا التواصل كاين. إذا كنت كتمارس حق الدفاع، إذا باغي تقلب على العرقلة تقول له هذاك الجهاز ماشي شفاف. شبيه يكون بينه؟ وتبدا تقول لك الحيط كيسمع. هذه أسباب واهية. الآن أنت متهم محكوم، مارس حق الدفاع بوجه الأكمل. الطريقة اللي تمسك فعلا إلا كتمسك وتمس حقوقك وما تسمعش أو ما تشوفش نقولوا ممكن، ولكن إلا كنت تسمع الرئيس وتشوف مراج وكتدخل وكتجاوب التواصل كاين. علاش هاد العرقلة؟ بغيت يقعدوا داك الزاج بينك وبين العائلات باش يبقى التواصل هضرة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.